خذينا كل الاحتياطات اللازمة إذا تكون فيه ما يكونش فيه تجديد للعقد الامتياز تاع جي بي دي اف الأنبوب العبر المغرب ما راحش يأثر، حتى لو يكون فيه طلب إضافي إسباني على الغاز الجزائري. إذا كان فيه طلب جديد للسوق الإسبانية على الغاز الجزائري راح تكون فيه محادثات بين الطرف الإسباني والجزائري، وراح نناقشوها في الوقت المناسب كما يكون هناك طلب. الإمكانية تلبية هذا الطلب ما تكونش فيه إشكالية، لأنه عندنا المدغاز لليوم تقريب السعة نتاعو حوالي 10.5 مليار متر مكعب، عندنا تميع الغاز وحدات تميع الغاز اللي عندنا موجودة، يعني لا كاباسيتي عندها سعة نتاعها متوفره،